الاستاذ عادي. مرحبا بكم، توحشكم، كيف الله يبارك عليكم. اليوم جيت نخرجوا شويه للطاق وندخلوا في الموضوع مهم. نعطي فيه شويه النصائح، وهو موضوع كيف تتخلص من الاكتئاب. النصائح ديالي في هذا الموضوع هو ان الاكتئاب ما كيصيرش غير النساء ولا دراري صغار ولا كبار، كيصير الرجال. ولا سكتنا عليه ولا كنا ساكتين وما عملناش محاولات باش نخرجوا لا بطبيب ولا باي حاجه، فكنظن ان المشكله عادي تتفاقم. وفي هذه الحاله المشكله كتزيد صعب على يحب اي واحد كامل بالاكتئاب. من اهم النصائح ديالي اللي نعطيها لها، وهو ان الواحد ملي يحس براسو عنده اكتئاب ولا ديك، اول اكتئاب كيجي من الانسان كيكون بحذر، كيحس براسو بحذر، ما كيلقاش كيوقف معاه. انا جيت بهذه النصيحه ان الانسان يكفي ان يجي لهذا المنظر هذا اليوم، كما كتشوفوا انا جيت اليوم للبحر، البحر كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه اللي كتخليك ترتاح، كترتاح بزاف. انا كنصح جميع المرضى اللي عندهم اكتئاب انهم كل ما حسوا براسهم ضيقين لانهم يجيو للبحر. البحر عنده واحد الطاقه ايجابيه اللي كتخليهم يحسوا بالراحه، يحسوا بالاطمئنان، يحسوا بان شي حاجه كتزيد كتنمي الطاقه ديالهم، كتكون معاهم. انا هذا الموضوع نتطرق له لانه موضوع مهم جدا، وانا الحمد لله عندي ما نقول فيه. اليوم ان شاء الله انا نعطيكم بعض النصائح، من بعد غادي يجيو سلسله التقليد لكل خطره نعطي فيها نصيحه اللي غتكون بطبيعه الحال يعني مفيده جدا. علاش كيجيك الاكتئاب؟ كيجي واحد اللي كتلقى راسك بوحدك، مع العلم انه غيكون معك عائلتك، ولكن مع ذلك بعض العائلات ما كيعطيوش هي المساعده للاكتئاب، واخا تمشي للطبيب واخا تمشي للدواء. وعاد واحد النصيحه ان الاكتئاب الا ما عالجتيش فيك راه ما يمكنش عادي تخرج منه بوحدك بوحدك ولا بوحديتك. النصيحه هذه من اي واحد، الاكتئاب ما كيجيش غير من الطفل، يقدر يجي اي راجل اي ولد اي بنت. لهذا انا اللي عنده اكتئاب يقدر يبدو يساعد راسه، لا محتاجش حد اخر انه يجي يوقف معاه. بوحدك بوحدك تقدر تخرج راسك، بوحدك تقدر تكون مع هذا الاكتئاب، مع هذا الحزن، الالام، تحس بان الحياه تزعل، الحياه عمر مزعل، بدل كاين ناس اللي يقولوا معاك واللي يبغيوك. دائما تفتش على الناس الايجابيه في حياتك، وما تفتش على الناس الايجابيه في حياتك، كل ما غادي تلقى الراحه، كل ما غادي تلقى السند. السند من اللي ما كانش من العائله يكون من ناس اخرين. والناس اللي سلبيين بعد عليهم، بعد عليهم بزاف، وعمرك ما تضل انسان سلبيه ولا انسان سلبيه، غادي يزيدوا غير عقدك، يزيدوا يفقموا المرض. الاكتئاب ماشي سهل باش يحيد، الاكتئاب خصو مده طويله بالمساعده، بالاهل، بالنصيحه ديالي اللي انا كنصح بها بزاف بزاف بزاف. بغي راسك، بغي راسك يا هذا المرض، بغي راسك، بغي راسك. الاخرين انا راه تحب نشوف، ولكن الا بغيتي راسك كده براسك غتخرج راسك من الامل هذا. الاكتئاب كيجي من مورا الوسواس القهري، كيجي بزاف الامراض، امراض عضويه اللي كيقول لك عقلك راه كرشك تحرقني يدي وما عندك لا يدك لا والو، فقط وهم. كيجينا اي واحد كيجينا راسي ديالو، عرفت كيفاش تخرج منه. السلام عليكم.